واصلت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عقد مؤتمراتها الجماهيرية في محافظة أسيوط، حيث نظمت الحملة لليوم الثاني على التوالي مؤتمرين في مركزي ساحل سليم والغنائم. وعرضت الحملة خلال المؤتمرين البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران الذي يتضمن العمل على مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. احنا بنقدم برنامج طموح جدا بيقول ان الاستثمار في البشر هو الاهم. التعليم عندنا خطه وبرنامج قومي مدته 10 سنين بيستثمر بشكل مكثف جدا في التعليم، معتبرين ان الصحه والتعليم هما ركيزه اساسيه وهما حق لكل مواطن لا يجب تسليعه ابدا، ويجب ان يكون طول الوقت متاح ومجاني وبجوده عاليه جدا لكل المصريين على اختلاف مستوياتهم، ولازم يكون الاولويه فيه لاهالينا في المناطق النائيه.